جيت المصنف ثاني، سنشهد مباراة نارية. حكم الوسط يعطي التعليمات والتوجيهات. وبدأت الجولة الأولى لوزن 91 كيلوغرام بين الملاكم الكازاخستاني فاسيلي ليفيت والهندي سانجيت. نزال المصنف الأول عالميا مع المصنف الثاني عالميا. محاولات في بداية النزال من الملاكم الهندي. الملاكم الكازاخستاني مصنف أول عالميا، يمتلك من الذكاء والحنكة والخبرة الشيء الكثير، بل وكذلك الملاكم الهندي سانجيت لديه أسلوب خاص للتغلب على أخصامه أو منافسيه. نزال رائع. تسديد لكمات جميلة. تنبيه الحكم برفع الرأس. الملاكم الهندي صاحب الطول الفارق، يجب عليه استغلال هذا الطول. الملاكم الكازاخستاني صاحب الخبرة يحاول جاهدا الوصول إلى الملاكم الهندي. الملاكم الهندي ملاكم رائع، لديه خيارات. سيكون نزال ناري قريب جدا. تنبيه الحكم، بريك، خطوة للخلف. الملاكم الكازاخستاني فاسيلي ليفيت، هل سيحقق الذهب أم ينتزع منه الهندي سانجيت؟ سنرى ذلك. الجولة الأولى جس نبض مع هجوم ومبادرة بسيطة من قبل الملاكم الكازاخستاني. الملاكم الهندي ذكي. نزال أكثر من رائع لفاينل البطولة الآسيوية على جميل جدا. الملاكم الكازاخستاني يحاول باستمرار المبادرة. تسديد لكمة من قبل الملاكم الهندي. توجيه عدد من اللكمات إلى وجه الملاكم الهندي. مستوى متقارب جدا فنيا مع وجود يعني مبادرة من قبل الملاكم الكازاخستاني بعض الشيء. وزن 91 كيلوغرام. توجيه الحكم وانتهت الجولة الأولى بين الملاكم الكازاخستاني فاسيلي ليفيت المصنف أول عالميا والهندي سانجيت المصنف ثاني عالميا. نزال صعب جدا، صعب التكهن. أعتقد الملاكم الهندي أثر، لاحظ توجيه العديد من اللكمات من الأسفل إلى الأعلى إلى وجه الملاكم الكازاخستاني. الملاكم الهندي أكثر تأثير. تسديد لكمات رائعة من الملاكم الكازاخستاني. تبادل اللكمات من قبل كلا الملاكمين. ننتظر الجولة الثانية. الجولة الثانية بين الملاكم الكازاخستاني مصنف أول عالميا فاسيلي لافيت 91 كيلوغرام والهندي سانجيت. نزال رائع جدا. يحاول الملاكم الكازاخستاني وصول
تنبيه وصول البطل العالمي أمير خان إلى قاعة البطولة الآسيوية للرجال. البطل العالمي أمير خان الملاكم المحترف الملاكم صاحب الإنجاز الأولمبي. نعود إلى النزال، وزن 91 كيلوغرام. نزال عالي المستوى بين الملاكم الهندي والملاكم الكازاخستاني، تبادل لكمات مستمر، تسديد العديد من اللكمات. يحاول الملاكم الكازاخستاني توجيه لكمات مؤثرة لنيل رضا القضاة ونيل الذهب، وكذلك الملاكم الهندي. توقف من قبل الحكم. الجولة الثانية يجب على الملاكمين الاجتهاد أكثر. تسديد لكمة إلى أسفل البطن من قبل الملاكم الهندي، جميل جدا، رائع. يحاول الملاكم الكازاخستاني تسديد لكمات دون رد الملاكم الهندي، وهذا ما لا يفعله الملاكم الهندي، يرد بالمباشر، يعني كونه يمتلك ميكانيكية عالية في الأداء الحركي مما يجعله خصما ليس بالسهل، وتسديد عديد من اللكمات إلى وجه منافسه. أعتقد نزال متقارب فنيا، من سيجتهد فيما تبقى من الوقت سيكون له الريادة والوصول إلى الذهب الآسيوي. نزال ناري. الجولة الثانية طويلة على اللاعب المتضايق باللكم وقصير على الهاجم. الملاكم الكازاخستاني يفرض هيمنته في آخر 10 ثواني. وتنتهي الجولة الثانية بين الكازاخستاني فاسيلي ليفيت والهندي سانجيت. نزال أكثر من رائع في نهائي وزن 91 كيلوغرام في البطولة الآسيوية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فاسيلي ليفيت المصنف أول عالميا والهندي سانجيت. لقطات جميلة، لحظة، لقطات جميلة. لاحظ الملاكم الكازاخستاني الملاكم الهندي مجتهد، الملاكم الهندي رائع. الجولة الثالثة، هل سيحاول الملاكم الهندي انتزاع التصنيف ونيل ذهب البطولة أم الكازاخستاني يحافظ؟ الملاكم الهندي أقرب، الملاكم الهندي أكثر اجتهاد، أكثر وضوح باللكم. الملاكم الكازاخستاني عليه الاجتهاد أكثر. جزاء يسارية جميلة من الملاكم الكازاخستاني، تزيد لكمات للتعويض عن ما فاته. الملاكم الكازاخستاني لافيت المصنف أول عالميا، هل ستفقد الذهب؟ سنرى ذلك في الدقائق المتبقية أو الوقت المتبقي من النزال. ذكاء، ذكاء هندي. تسديد يسارية جميلة على الملاكم الكازاخستاني تفادي هذه اللكمات. نزال أكثر من رائع، تسديد مجموعة لكمية للملاكم الهندي، ولكن الملاكم الهندي ذكي
في تسديدات لكمية. أوه تبادل لكمات من قبل الطرفين. نزال أروع لنهائي وزن 91 كيلوغرام بين الكازاخستاني فاسيلي ليفيت وتوجيه الحكم والهندي سانجيت. سانجيت يرقص على الحلبة في نهائي البطولة الآسيوية لوزن 91 كيلوغرام. الذهب إلى الهند أم إلى كازاخستان؟ سنرى ذلك بعد دقائق بسيطة. توقف النزال لتوجيه الحكم. لكمات سريعة ومؤثرة من قبل الكازاخستاني، هل ستفيده في الوصول إلى ذهب البطولة؟ نزال أكثر من رائع. أوه لكمات متبادلة من قبل الكازاخستاني فاسيلي ليفيت المصنف أول عالميا والهندي سانجيت الملاكم الذكي ثعلب الهند. هل يسارية جميلة، خطف يسار جميل، هل سينتزع الثعلب الميدالية الذهبية للهند أم لا؟ نزال رائع جدا، تبادل لكمات وعشر ثواني أخيرة. نتمنى ونمني النفس أن لا ينتهي هذا النزال. نهائي وزن 91 كيلوغرام فاسيلي لافيت سانجيت، وانتهت الجولة الثالثة بين الكازاخستاني فاسيلي لافيت والهندي سانجيت. الهند هل سيحقق الذهب أم كازاخستان المصنف أول عالميا؟ سنرى ذلك. نزال رائع، ننتظر النتيجة. من سيكون صاحب الذهب؟ فاسيلي لافيت سانجيت. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner representing India, Sanjit, gold medal, وزن 91 كيلوغرام، الملاكم الهندي يحقق الذهب بنتيجة 4-1، وفاسيلي لافيت كازاخستان يكتفي بالفضة. الملاكم